بروبرتي يورز، البرنامج اللي بيعرف المشاهدين على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان. اليوم كمان رح نقدم لكم عقارات جديدة ومتنوعة. منتابع حلقتنا سوا لنعرف شو محضرنا فريق العمل لليوم، خليكن معنا. تايتانيوم ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن ببيروت، تحديدا بعين التينه، مؤلف من 2 بلوكس وكل بلوك من 22 طابق، مودرن وهاي اند ديزاين بالداخل والخارج. ابارتمنت وحده بكل طابق والمساحات 290 و340 متر مربع، وبنت هاوس 1020 متر مربع مميز باخر طابق. 15 ابارتمنت افيلبل للبيع، وفيو ما بينحجب على المدينه من جميع الطوابق، وابتداء من الطابق 11 فيو على البحر. كل البدرومز ماستر، هاي اند كيتشنز مع توب كوردز وباثرومز اوروبيه، بالاضافه لاي سي وسنترال هيتينج. 6 اليفيترز بكل بلوك، انترنس فخم وخاص لكل بلوك وخدمات عديده مامنه، 3000 متر مربع مساحه خضراء، واثنين سويمينج بولز عندهم دايركت اكسس لاثنين جيم. تايتانيوم بعين التينه مشروع سكني فخم، 2 تاورز وخدمات عديده مامنه، بالاضافه لسكيورتي وثلاثه اندر جراوند فلورز للباركينج. K54 بروجكت سكني بمنطقة الكحالة، موقعه على تلة مطلة على بانوراميك فيو صوب بيروت والجبل، وعلى بعد 10 دقايق من بيروت. مؤلف البروجكت من 3 بلوكس، وكل بلوك من 3 طوابق وشقتين بالطابق. 18 ابارتمنت بمساحات مختلفة تتراوح بين 140 و400 متر مربع. ابارتمنت مختلفين سامبلكس وجوبلكس، وقسم تابع له جاردنز وتيراس. من اهم المواصفات، مدخل خاص ومستقل لكل بلوك، جيم وتشيلدرنز بلاي جراوند، وهاي اند فينيشينج بالداخل. K54 لوكجري بروجكت بالكحاله جاهز للسكن، قريب من بيروت وبنفس الوقت بمنطقه امنه ورايقه، مع فيو ما بينحجب بمحيط خضار وشجر. جاردن سيتي مشروع سكني بمنطقة الجناح دير حسن، على مسافة قريبة من المراكز التجارية ببيروت ومن المطار، مؤلف من 13 بلوك بمحيط كله خضر وشجر. مساحات الابارتمنت تتراوح بين 160 متر مربع سامبلكس وصولا لل 507 جوبلكس، مع فيو كاشف على المدينة. 30% من المشروع للبيع وجاهز للسكن. كل بلوك عنده مدخل خاص، سيكيورتي مأمنة، برايفت جنريتور وخدمات عديدة. أما المميز بجاردن سيتي وجود مول تجاري إلى جانب المشروع، مع برايفت أكسس لجميع السكان. جاردن سيتي مشروع سكني متكامل بالخدمات المأمنة فيه والمواصفات العالية بالعمار يلي بيتمتع فيها. ستارتنج برايس 2500 دولار بالمتر. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن، بيمتد على مساحة أرض 46665 متر مربع، موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر، وطقس معتدل بالصيف والشتاء.
Gated Project آمن مع مدخل خاص وطرقات ومساحات خضراء داخلية بالإضافة لبلايجراوند وأمفيثياتر. مشروع إيكو فريندلي ومصمم بشكل مدروس وبعيد دقائق عن الطريق الرئيسي. مساحة الأراضي للبيع داخل المشروع 2000 متر مربع وما فوق، والمميز إمكانية المالك من اختيار عدد الفيلاز المتراوحة بين 1 و3 يلي بيريد إنشائها داخل أرضه مع الالتزام بالمعايير المشتركة المعتمدة. عجلتون سان جورج ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن، موقعه بين البحر ومراكز التزلج وقريب من أهم المراكز الطبية والترفيهية والتجارية بالمنطقة. أما التسليم بأواخر 2018. افتتحت السوق العقارية السعودية أداء مع مطلع عام 2018 على انخفاض قياسي بقيمة صفقات العقارية الأسبوعية، وصلت نسبة انخفاضه إلى 32.4% مقارنة بالارتفاع القياسي لإجمالي قيمتها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي بنسبة 81.5%، لتستقر قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 9.8 مليار ريال. هيدي كانت حلقتنا لليوم. راسلونا على بريدنا الالكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشه. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك، ومتي.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. انا بلاقيكم بكره بنفس الوقت مع مزيد من الاخبار العقاريه. خليكم على موعد.